السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين ورب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيا مرحبًا ويا سهلًا ويا أهلًا، ونبارك لأخينا الأستاذ عادل حفظه الله تعالى زواجه بأختنا المصونة أستاذة خولة، وأقول لهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أسأل الله عز وجل أن يؤديم وأن يجعل المحبة والمودة بينكم وأن يرزقكم الذرية الصالحة. هذا الأمر، أمر الزفاف وأمر الزواج، صراحة كلما استجد إلا وتستجد معه هذه الأسئلة، أن خاصة الشباب الآن يعني يشتكون من هذه المسألة ديال العزوف على الزواج. بارك الله تعالى، شكرا. نظرا يعني للمتطلبات الآن اللي كاينه إلى غير ذلك والحاجيات، فيسألون يعني كيف سأتزوج في خضم ما أعيشه الآن ومن حاجيات إلى غير ذلك. أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال، صراحة ما أحوجنا إلى أن نقوم بالتذكير بكلمة نذكر بها أنفسنا وإخواننا، مقاصد الزواج، لماذا نتزوج؟ يعني صراحة هذا السؤال محوري في الذي مقبل على الزواج. كما لا يخفى عليكم، مقاصد الزواج كثيرة وشتى، ولعل من أبرزها تحقيق عبادة الله عز وجل، طاعة الله. نتزوج طاعة لله، ولذلك الناس تقول لك لهرب الزواج لهرب الطاعة، هذا حق وصحيح، لأنه الزواج سبحان الله عبادة شملت مجموعة من العبادات، لأنك إذا أصبحت زوجا تصبح مسؤولا وراعيا على أسرتك، فمسألة النفقة، مسألة الحوض، مسألة التربية إلى غير ذلك. إذا تزوجت تحصن فرجك، ولذلك تعجب الصحابة فقالوا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة تعجبوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله بذلك صدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن فعلها في الحرام هل عليه من وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن أتى شهوته في الحلال فله بها صدقة. إذن الزواج عبادة لله عز وجل، يتقرب الإنسان بها إلى الله تعالى، لأنه بالزواج يحسن نفسه ويطرق باب الحلال. إن الله عز وجل حتى لا نهرب من الواقع خلقنا وجعل وأودع فينا شهوات. هذه الشهوات ليس عيب أنك تكون فيك شهوة، لا، هذه مسألة خلقية فطرية خلق الله عز وجل بها الإنسان. كلنا الحمد لله عندنا رغبات وشهوات، إلا أن هذه الشهوة التي أودع الله عز وجل فينا جعل لها سبيلا في الحرام وجعل لها سبيلا في الحلال، وخيرك وابتلاك إلى أن تنطي وأخذت بزمام الأمور وعزمت وتوكلت على الله تسلك سبيل الحلال، وإلا فرسب الحرام نعوذ بالله تعالى منه شتى وما سلا. يدرك الناس مع كامل الأسف تصحبها والتراز الحرام هو اللي صعيد، لا بالعكس، الحلال هو اللي صعب الحمد لله، وأن تجتمع هذه الوجوه النيرة الحمد لله ونجتمع على كلمة الله عز وجل وبالإشهار وبالفرح الحمد لله، هذا خير كبير. إذا أول مسألة يعني مقصد من مقاصد الزواج تحقيق عبادة الله، ثم تحقيق تحسين الفرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الإنسان فقد أحرز نصف دينه أو شطر دينه، فليتق الله في شطره الآخر. أتنقول إحنا بالعامية راه بنكمل ديني، فعلا الزواج هو نصف الدين. علاش؟ لما اشتمل عليه من أمور شتى، أولها حفظ الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضمن لي ما بين لحييه اللي هو اللسان وما بين فخذيه اللي هو الفرج ضمنت له الجنة. ولا شك أن الزواج أحد السبل أو أحد السبل لضمان ما بين فخذيك، بقى لك اللسان إن شاء الله تعالى وتدخل الجنة بإذن الله عز وجل. إذا كاين هذه المسألة ديال تحقيق العبادة لله، ولذلك ينبغي أن يستحضر الإنسان أنه راه شوف
راه هذا الزواج دخلت ليه لله تعالى، راه الله المستعان. كما ذكرت سبل الحرام ميسره وسهله جدا في هذا الوقت، والشباب مع كامل الاسف فتنوا. الان ديك الساعه كانت واحد الصرامه، كانت واحد الرقابه، كانت واحد الحشمه، كانت واحد الحياء الى غير ذلك. الان هذه المساله هذه هذه القيود راه صافي. اذا راه الذي اقبل على الحلال راه هو الرجل كما اقوله، والله الذي ضرب فاسي هذا راه سيدي عادي راه سيدي الرجال كما كنقولوا ياك سيدي عادي ما شاء الله الله يكون عليكم بالخير. وراه عادي يحشم الحياء لا راه راه الحياء شوف من اجمل وافضل الاخلاق التي مدح الله النبي صلى الله عليه وسلم عباده. فقلنا تحقيق عباده. المساله الثانيه تحسين الفرج، والمساله الثالثه وهذه هي التي يغفل عنها كثير من الشباب، بناء اسره. لانه ببناء الاسره نبني المجتمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود العؤود فاني مكاثر بكم الامم. شوف الكسره يعني الغايه من هذا الزواج وتحقيق ذلك الترابط الاسري، لانه نجاح الاسره فيها نجاح المجتمع. ولذلك الله عز وجل يقول في عموم الايه: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. جات فيها هذا مقصد هذا من الزواج. ولذلك الله حطوا سبحان الله العظيم كاين واحد الملاحظه في بعض الاحياء كتلقى مثلا راقيه ولا مثلا يعني الحمد لله غالب على واحد الطبع ديال المحافظه ديال الرقي ديال التربيه، الابناء متخلقين ما تسمع كلام خايب ما تسمع غوات ما تسمع الى غير ذلك. طبع راجع داك الشيء لاش الاسر كتلقى الناس ما شاء الله قارين اساتذه اطباء محامون الى غير ذلك يعني كذا ولا قارين الى غير ذلك، بخلاف مثلا بعض الاحياء الشعبيه تلقى الاجرام وتلقى الكريسات وتلقى كذا. علاش؟ لان الاسره الاسره ما كاينش ذاك الوازع الديني، ما كاينش ذوك الاخلاق، فالدري تنشا فواحد البيئه اللي ما شاء الله ايوا هذا على هذا على الاخر كون المجتمع. اذا انا وانا داخل لهذا المشروع، لان هذا مشروع دنيوي واخروي القى الله عز وجل به، اعظم مشروع تلقى به الله تعالى هو الزواج. اقولها صدقا، اعظم مشروع القى به الله عز وجل هو الزواج. قد يستغرب الانسان هذه القضيه هذه، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مساله الانفاق: خير دينار ينفقه المرء على اهله. شتي احسن درهم بغيتي تكسبهم العرق الجبين ديالك وتنفقوا، وهذاك اللي بتنفقوا على وليداتك وتلقى به الله عز وجل. ولذلك راه الزواج الا انت رعيتي وليداتك وربيتيهم وكبرتيهم راه دخلتي الجنة، سهلة الجنة الحمد لله. شتي الا ربيتي دوك الوليدات وصلتي هذيك المرأة وحسنتي ليها إلى غير ذلك، راه الحمد لله راه تدخل الجنة من أبوابها الواسعة الحمد لله. فكاينة هذه المسألة، ومسألة أخرى المقصد الرابع هو تحقيق السكينة والراحة المعنوية والراحة النفسية. الإنسان عندما خلقه الله عز وجل لا بالنسبة للرجل لا بالنسبة للمرأة جعل سكينته في الشريك في الشريك الآخر. ولذلك الله عز وجل قال: والذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. شوف السكينه لتسكنوا اليها، فالرجل بطبعه يحتاج لتلك السكينه. شوف شي ما كان له من اموال، شي يكون عنده معارض الملايير من مليارات، لابد تما تكون معاه واحد الشريكه. كذلك المراه سبحان الله العظيم مهما وصلت من جمال ومن اخلاق ومن كمال الى غير ذلك، لابد لها من رجل يعني رفيق لها في ضربها. فالمقصد الرابع من الزواج هو تحقيق تلك السكينه، ماشي السكينه يعني كما تنقولوا لا الانسان راه الشهوه ديالته يعني تيديرها في الحلال الى غير ذلك، لا. السكينه سبحان الله العظيم المراه فاش كتدخل على الرجل ولا الراجل فاش كيدخل تحكي له واحد السكينه سبحان الله العظيم. وجعل بينكم موده ورحمه. فهذه بعض المقاصد ديال الزواج. الانسان المقبل على الزواج ينبغي يعني ان يدرك هذه المسائل قبل ان تسال لا راه ما عنديش، لا راه دابا الوقت غلات وخصني الدار وخصني الطوموبيل وخصني هذا شيء مزيان. انا لا اذم هذا، لا بالعكس، الذي يقول مثل هذه المساله راه بالعكس دل على انه شخص جدي مسؤول. يعني راه ماشي بيت فلا بيدخل، لان الزواج راه مشروع وفيه مسؤوليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لانك انت هذيك الزوجه ولا الولد راه بتسال عليهم، بتسال على النفقه ديالهم، على المبيت ديالهم، على المسكن ديالهم الى غير ذلك. مزيان نسول هذا السؤال هذا، وكان راه ما قادرش، لكن ما نعطيهش واحد الهاله كبيره بحيث انني ندخل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كانوا حق
لانه انت الى طرقتي بابي شي واحد غراني دروكا دقيتي عليه وحليك قلت ليه الله يجزيك بخير واش كاين ما يتشال كاين ما يتشرب كاين كذا كذا عتقلي واش بيتركك ما يتركش فما بالك انك تطرق باب رب العالمين تطرق باب الله عز وجل واش بيخليك ما يخليكش يستحيل هذه وحده كان حقا شوف الله تعالى يلزم نفسه كان حقا على الله ان يكون في عوني الناكح يريد العفاف وحده عبد الله بن مسعود يقول التمس الغنى في النكاح كان الصحابة وكان السلف يسارعون إلى الزواج من أجل الغنى الشيء اللي بيغني الله تعالى مشي للزواج وأنا رأي أنا أتحت شو واحد من الحضور يخالف هذا الجواب اللي بيت نقول الناس اللي مزوجين أي واحد تركه جبتيه قبل الزواج ومن بعد الزواج وقلت لي الله يجزيك بخير الحالة المادية ديالك كثيرة بيقول لك تضاعفت عشرات مرات ولله الحمد بالزواج لأنه أقبل على الله تعالى بداك الزواج دروكا سيدي عادي نتكلم معاه كيفاش جا داكشي وكذا والترتيبات كلشي داكشي جا ديال الله تعالى الحمد لله جو وغدا باقي الخير جاي ان شاء الله تعالى عاود تقسم معايا ما شاء الله فدائما سبحان الله العظيم مقود معاه ما كاينش من يهرب سبحان الله فالزواج كما قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم اسمع إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله هذا الشرط راه لا فقير هذا راه غادي يغنيه الله عز وجل من فضله إذا أنا أستحضر نية التعفف وأني أفر إلى الله عز وجل تقربا إليه وهروبا من الحرام وأني أريد أن أكمل ديني فلا شك ولا مناص ولا ريب أن الله عز وجل سيتم علي نعمتي وغادي يرزق الله تعالى واحد السبل من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تدري ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أوحدة يعني مسألة الرزق مزيان كنت نقول له تيكي بيت ندير لكن ماشي نجعلها واحد لوبستاكل واحد الحاجز قدامي بيمنعني لا سيدي ما مزوج فتلقاه ضرب 30 في 40 50 وباقي بلا زواج ماشي يوقع عليه مسكين تيوصل 50 سنة 60 سنة مسكين باقي بلا زواج ما عنده ولا ولاد لا ولاد تيمشي لحباب تيمشي للخوت تيبقاو مسكين شاطر الكل وراه نعمة الأولاد واحد النعمة لا تضاهى دروك سبحان الله العظيم أنا السيد الوالد حفظه الله أنا الآن مدرك لهذ النعمة لهذ الفرح دابا اللي تيعيشو أن الولد رزق الله عز وجل وليات تجي تستحضر أنه باقي أنت قد هكا وكبرتي ما شاء الله تعالى ورزق الله عز وجل وتزوجتي راه واحد الفرحة عطاها لي الله تعالى فين فين بيلقى هذاك اللي مول كل ما تزوج في واحد لقيته وهكذا دواليه ان الاولاد نعمه سبحان الله العظيم وخلافه في الارض خليك الحمد لله اللي خلفني الى غير ذلك بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات المرء انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منهم ولد صالح يدعو له اذا اي حسنه دار ولدي ربيته ولد عالي راه بيرا بيت جمعيه باش هادشي كله من الزواج الى غير ذلك فمن كتبش راسي الله يرضي عليكم الشباب ولا على الحضور انا غادي تصنتوا من كتبش راسي بعد مساله الرزق لان كثرات لا خصني الدار ما خصكش الدار توكل على الله عز وجل تنوي تخرج تشمر على دراعك تمشي تقلب على شي خدمه تكري بحال عباد الله وتوكل كذا وراه الحمد لله راكم صامت الله الاولاد كيجيو برزقهم الزوجه كتجي حتى هي كذلك برزقها ولا ربي تيسر وسيدي عاد نسال الله تعالى ان يبارك لكما وان يبارك عليكما وان يجمع بينكما في خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله تعالى فيكم الله يجزيكم خير الله يجزيكم